يا الله، السلام عليكم شباب. ان شاء الله موسم خير على الجميع ان شاء الله. شباب، اليوم معلومات عن طائر الطرقة او الترغة، طير مغرد، موطن الاصلي ايران. نغمة، طير يغرد حسون، يغرد كناري، يغرد بلبل، يغرد عندليب. تغريدة كلش راقي كلش راقي، اللي ما يعرف تغريدة يكتب بالبحث ويشوف تغريدة، فتشي روعة روعة تغريدة. غذاء تقريبا نفس البلبل، من يكبر ياكل حبوب وياكل فواكه وياكل خضروات. غذاء يعني يتغذى على الحشرات، على احنا نطي بلت وهو صغير، نطي دود قبابي، نطي هاي الشغلات تعوض على البروتينات، بيض سلق نطي. طير كلش حلو كلش راقي، تغريدة كلش حلو، موطن الاصلي قلت لكم ايران. يجينا بشهر الرابع الموسم التكاثر مالته، ويا موسم تكاثر البلبل بعدة أنواع. أحسن نوع به هذا الشيرازي اللي موجود قدامكم، يتميز بالضخامة وصوته يصير حلو ولونه يصير فاتح من يكبر. سعر الأفراخ مالته، الأفراخ الصغار سعرهن 25، سعر الأماية الكبير الفول الجاهز يعني يغرد من 100 وانت صاعد، حسب اللغة اللي يقراها. اكو يقرأ لغة شامية، اكو هاي، حسب اللغة اللي يقراها سعره يختلف حسب اللغة. بعد القفص مالته لازم يكون بيه تراب، يعني من تاخذ طير تعزله تخلي له تراب، تخلي له بالقفص مالته، لازم تخلي له، شايفين هاي المحجارة مال الحمام السوداء، خلي هي مو يوقف عليها ويغرد. اكو ناس يقولون يوقف عليها ويغرد، لا، بس يحتاجها لانه منقاره ما يتوقف عن النمو، فلازم يبرد منقاره بيها. طير كل شيء ياكل اذا علمته، قوي مقاوم للاجواء مالتنا ومتعلم على كل شيء. تغريده حسب الجنايه وحسب تخريج الجنايه، اذا خرجه تخريج صحيح يوصل سعره حتى ل 250 الف. وبعد هاي كل المعلومات، والعدة فد شي جديد يريد يعرفه يضيف لنا اياه بتعليق ان شاء الله ونرد عليه. تحياتي لكم جميعا، وان شاء الله موسم خير على الجميع.